يمكن وانا يعني قبل ما اختم مع حضرتك ومع الكابتن هادي في نقطه كده عايز اسال حضرتك عليها، يمكن اثنيت على مستوى اليو ديانج حضرتك والكابتن هادي خشبه، ولكن لو جيت سالت حضرتك عن مقارنات ما بين او تشوف مين افيد وافضل في نص الملعب بالنسبه للكره يعني في الدوري المصري بشكل عام، يعني يمكن طارق حامد ولا اليو ديانج، هل حضرتك شايف ان في يعني نقدر نقارن ما بينهم هما الاثنين، ولا حضرتك شايف ان في واحد بيتفوق على الثاني بفارق كبير؟ لا طارق لعيب كويس طبعا، واليو لعيب كويس تمام، بس انا وجهه نظر، انا ليا طريقه يعني او ليا فكر مختلف شويه. انا اللعيب اللي بيلعب بعرض الملعب ده يعني انا يعني ما بحفزوش، لو انا مدرب مثلا وبدرب لعيب بيلعب بعرض الملعب ده ما بحبوش. انا احب اللعيب زي ما كان كابتن نادي خشبه كده بيلعب لعيب ميدفيلدر، بس بيخترق ويعمل اختراقات ويصوب وبيسجل اهداف ولو رد. فانا بشوف لا اليو دانج طبعا بالقوه البدنيه والسرعه والاختراق اللي بيعمله ده، لا من وجهه نظري افضل من طارق حامد يعني. بس ما بقولش ان طارق حامد وحش، عشان بس هيطلع يقول لك احمد بيقول لك ان طارق حامد ما عندوش فكره كابتن نادي ويدخله في حته ثانيه خالص. لا انا بقول لك وجهه نظري انا، او انا قناعاتي الشخصيه، انا دايما بحب راجل الميد فيلدر اسمه ميد فيلدر تمام، يعني لعيب خط وسط عنده يعني نواحي دفاعيه اكتر شويه، ولكن لازم يكون عنده روح هجوميه. انت ما بتلعبوش سنتر باك عشان يفضل طول الماتش بيدافع، طول الماتش بيلعب قدام الاثنين المساكين، ده لازم يكون له ادوار هجوميه، ولو ما كانتش له ادوار هجوميه واضحه يبقى لعيب قدراته وامكانياته قليله. بص على اللعيبه بتاعت اوروبا كلها اللي رجحت فرقها، بص على جافي مثلا يعني تمام، لعيب ميد فيلدر برضه، ولا كان بيلعب بلاي ميكر، لعيب ميد فيلدر بيجيب اجوان ويصنع اجوان يا كابتن هادي، ولعيب عنده مهارات. الكرة اختلفت، الكرة حته ان انت تجيب لعيب بقى ميد فيلدر، لعيب خط وسط مدافع، وتحطه قدام السنتر باك، ما لعبه ليبرو بقى وخلاص، او حطه بالمسمى الجديد اللعيب اللي بيلعب قدام الاثنين المساكين او الاثنين السنتر باكس. ولكن انا من نوعيه الناس اللي بحترم جدا الميد فيلدر اللي بياخد مهام هجوميه تمام، او عنده وظائف هجوميه. فانا بشوف ان لا ديانج من وجهه نظر يعني انا كفنيا افضل من طارق يعني. كابتن هادي ديانج ولا طارق حامد؟ لا هو بص الموضوع انا اقول لك مين افضل، بس انا بتكلم في حته فنيه شويه، ان في فرق بين حاله اللعيب وحاله الفريق، الاثنين دول مهمين جدا. يعني ممكن طارق حامد في مباراه يكون هو فايق والفرقه بتاعته فايقه، هتقول ده احسن هاف ديفندر في مصر كلها. وممكن ما يبقاش هو فايق في المباراه وفرقته مش فايقه، برضه بتفرق معاه جدا ان هو مش في قمه مستواه. فهي المفروض حالات، يعني اليو ديانج في النهارده شكرنا فيه جدا وقلنا ده هايل وكذا، بس قبل كده قلنا لا في تحفظات في حاجات معينه ما بيعملهاش بالشكل الامثل. ففيش لعيب تقدر تقول ان في الاخر هو انسان، يعني عنده قدرات وممكن يعلى شويه ويطلع شويه، بس الفروق متقاربه ما بين الاسمين اللي انتوا بتتكلم فيه، الفروق متقاربه. لكن لما بتتكلم على كواليتي لعيب اعلى شويه هو اليو ديانج. ليه؟ لان اليو ديانج وضح نقطه ان هو رجليه واخداه لقدام، رغم ان هو مش مبدع قوي في الفينش، لكن هو بيدي نفسه مساحات والقدرة البدنية بتاعته عالية جدا والسرعات بتاعته عالية. طارق حامد عنده قوة بدنية في القطع بتاعه كويس جدا، بيسلم اللي جنبه كويس قوي، بس الشكل الهجومي زي ما كابتن بلال قال مش زي اليو ديانج. لا شكل الهجوم بتاع اليو ديانج احسن بالكورة، لكن الفينش بتاعه لسه محتاج شغل. يعني ما تقدر تقول يعني ايه ان لو الاثنين لعبوا مع بعض في النهائي ممكن طارق حامد يتفوق على اليو ديانج، بسبب ان طارق فايق واليو مش فايق، عادي جدا، ده دي كوره. لكن بتكلم على مواصفات بقى، يعني مواصفات كطول بقى وقوه وبنيان وقدرات عاليه ومستقبل ان اليو ديانج سنه صغير ومنتخب اولمبي، يعني لا ده مستقبله ممكن يكون يعني اقوى شويه يعني. لكن في الاخر هو مش لعيب مصري، انا ما بتقارنوش ببعض عشان هيشاركوا مع بعض في منتخب مصري يعني. صحيح. في الاخر انت بتقارن بس بوزيشن ببوزيشن. كواليتي يا كابتن هادي. طبعا كواليتي يا كابتن هادي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ببارك لك مره ثانيه يا كابتن هادي. ربنا يخليك.